هذه قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. لاعب ليبي قريب من الوداد. أبدى لاعب دولي ليبي رغبته في الانتقال لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم واللعب تحت قيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد الرياضي. وحسب مصادر مطلعة فإن محمد صالح علي صولا ربط الاتصال بفوزي البنزرتي وكشف له مجموعة من المشاكل التي يعيشها مع فريقه الحالي الصفاقس التونسي. وأضافت المصادر إلى أن الدولي الليبي كان قد تلقى وعد من البنزرتي بضمه لفريق الوداد الرياضي في حال استمر على رأس العارضة التقنية لفريق الوداد الرياضي خلال الموسم المقبل، علما بأن عقد المدرب التونسي مع فريق الوداد الرياضي بطل هذه النسخة من البطولة الاحترافية سينتهي بنهاية الموسم الجاري. ويبلغ صولا من العمر 27 سنة ويشغل مركز مهاجم، حيث حمل قمصان أندية كل من الأهلي الطرابلسي فريقه الأم، ثم المحرق والرفاع البحرينيين، ثم الصفاقسي التونسي. ويعرف البنزرتي جيدا إمكانيات صولا، حيث أشرف على تدريبه حينما كان أو المدرب الأول للمنتخب الليبي، علما أنه هو من ضمه إلى صفوف الفريق الصفاقسي التونسي قبل سنة ونصف. للتواصل معي تجدون رابط صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على الانستغرام وكذلك رقمنا على الواتساب. مرحبا بالجميع. نهاية الخبر. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.